عزيز المشاهد، عزيز المستمع، انتقل بكم من المدينة الباسلة جمهورية منوف الديمقراطية ومن افراح عائلات العلوي، معكم على الهواء مباشرة المتحدث الرسمي باسم مهرجان الليلة فليصف الكلمة مراسل قناة الحياة نجم السنبلاوين المنصورة الاعلامي محمد عنده. اللقاء ولقاء العمالقة، وبعد ما راحت على معده والصح اتحموه ووصلنا لمرحلة ان الربع جنيه خرموه، عودة ولقاء الى زمن الفن الجميل، نجم عمل بصمة في تاريخ الاغنية الشعبية، النجم اللي اتحدثت عنه جميع برامج التوك شو العاشرة مساء 90 دقيقة القاهرة اليوم. لو عندك جالاكسي 2، لو عندك جالاكسي 3، حتى لو عندك ايباد، يسعدني ان اقدم لكم جناب السفير حسن عبد الوهاب. عايش على دمعتي ومن الحرم محروم، اضحك قصاد الناس في وحدتي مهموم. عايش على دمعتي ومن الحرم محروم، الحزن لابد قوي غريب ومش مفهوم، وكأن الوحش افترس وكلع دم الحوم. الحزن لابد قوي غريب ومش مفهوم، وكأن وحش افترس وكلع دم الحوم. ولما احاول افرح اقول ما الحقش اقول، تديني جرح ما بين ما بين ما بين ما بين، قلت يا ناس يا ناس زياد عن اللزوم، اللي بيحب العريس ومخه شباب هيرفع ايده فوق. مش مستني بقى، 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 مش مستني بقى،
شوق هو ولا انا عشان طبيعتي مليون في قلبي وعايش من سكان نفسي في حضن جوا احلى فرحه هو في صوت الحق وانا عمري جيت على حد ومين بخي يا اسلام ما بقتش احل براحه وانا فيها كم راحه واتكسرت سايباني في أرضي جرحني لا يا رب يا رب يا رب.